شعور جميل، لأن وقتها الواحد يعيش الأيام السوداء ما يفكر إن لقدام شنو ممكن يصير. فشعور جميل إن أنا عديت وايد أمور شخصية وهم أشياء صارت بابليك يعني. فخور في نفسي صراحة يعني، وهم سعيد إن في ناس حابين شغلي. أهم شيء إني أنا أعيش اللحظات واستأنس، سواء فزت أو ما فزت، أو يعني أكيد أنا ودي أفوز، بس أنا I'm enjoying this، هذا أهم شيء عندي. أهم شيء هذا. طب إذا قالوا لك يعني صوت لأحد your favorite يعني؟ هدى حسين طبعاً، عايض، عندي بندرتة أنا أحب أتابع وايد، منو بعد؟ أنا وبيبي. السلام عليكم. طبعا مو الكل يدري ان انا لي شغف في الموسيقى، ويمكن شافوني في مجالات اخرى، وكنت على وشك اني اي جيف اب بالميوزك، وطول عمري كنت اتمنى وجود حفل ضخم يضم فنانين العالم كلهم، والحمد لله ولي الفخر اني اكون موجود هنا. فشكرا للمملكه العربيه السعوديه، شكرا لمعالي المستشار، وحاب اشكر ابوي، قال لي اذا طلعت على التلفزيون قول لي هاي هاي، وأهدي طبعاً أصدقائي اللي صوتوا، وأهدي هذه الهدية لأمي الله يرحمها، إن شاء الله أنا متأكد أنها بتكون فخورة فيني إذا كانت موجودة. Thank you everyone.